مشاهدينا الافاضل على موقع جريدتكم تيزن 24، اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقات برنامجكم الحصاد الرياضي. اليكم ابرز عناوين هذا العدد. فريق الاتحاد الرياضي امل تيزنيتي لكره القدم يعود بهزيمه خارج الميدان ويتجمد رصيده في الرتبه الرابعه. فريق تيزنيت يعود بانتصار مهم قلب نهضه تفراوت ويواصل صداره ترتيب القسم الشرفي الاول هواته. فريق رجاء تيزنيت يواصل سلسلة النتائج الإيجابية ويعود بانتصار هام مواصلا صدارة القسم الشرفي الثاني لعصبة السوس لكرة القدم. إليكم التفاصيل. عاد فريق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت لكرة القدم عشية أمس السبت بهزيمة خارج القواعد أمام ضيفه فريق صفا المزار بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. المقابلة شهدت كذلك طرد اللاعب سعيد العنطري ومدرب الفريق سامي الصرصار بعد شأن أنين مع حكم المقابلة. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد فريق أمل تيزنيت في 21 نقطة في الرتبة الرابعة، فيما استغل فريق أمل تيزنيت كذلك هزيمة المتزاعم فريق الاتفاق المراكشي الذي مني هو الآخر بهزيمة خارج القواعد أمام فريق اتحاد الفقيه بن صالح بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف واحد. فيما تمكن فريق إترن تيزنيت ممثل كرة القدم التيزنيتية الثاني من مواصلة صدارة القسم الشرفي الأول هو تلك كرة القدم عقب انتصار مهم من قلب بلدية تفراوت من فريق النهضة المحلية بهدفين مقابل هدف واحد. انتصار أشبال محمد مزيل إترن تيزنيت بوأه الصدارة برصيد 21 نقطة من أصل 9 مقابلات، فيما تمكن أشبال عبد العزيز معزوز عبد المجيد معزوز فريق اتحاد شباب اكلو من تحقيق انتصار ثمين داخل قواعده على ارضيه الملعب الجماعي 2 اكلو امام فريق الدفاع السوسي انزكان بحصه هدفين مقابل لا شيء. وبهذا الانتصار تمكن فريق شباب اكلو من مواصله المطارده في الرتبه الثانيه برصيد 18 نقطه. ننتقل للقسم الشرفي الثاني لعصبه سوس، حيث وصل فريق رجاء تيزنيت لكره القدم صحوته الإيجابية هذا الموسم بتحقيقه للانتصار السابع على التوالي برسم الدورة الثامنة من بطولة القسم الثاني للشرفي لعصبة سوس عقب انتصاره أمام فريق شرك بني طنطا بمدينة أقا بهدفين مقابل لا شيء، فيما تمكن فريق عري من الساحل من الانتصار بميدانه أمام فريق جمعية وجان بحصة عريضة بلغت 4 أهداف مقابل هدفين، فيما تمكن فريق الفلاحة من العودة خارج ميدانه بنقطة التعادل أمام فريق تموتم جاد بهدف مقابل هدف. وبهذه النتائج يكون فريق رجاء تيزنيت متصدرا الترتيب العام برصيد 21 نقطة من أصل 7 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تعتبر نتيجة الانتصار اليوم لفريق الفلاحة هي السابعة هذا الموسم برصيد 14 نقطة في الرتبة الثانية. وبالتالي تكون الفرق التيزنيتية فريق الفلاحة وفريق رجاء تيزنيت يبصمان على مسار جد إيجابي باحتلالهما على التوالي الرتبة الأولى والرتبة الثانية، فريق الفلاحة في الرتبة الثانية ب 14 نقطة وفريق رجاء تيزنيت في الرتبة الأولى ب 21 نقطة. ننتقل لكرة القدم داخل القاعة، حيث تمكن فريق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت لكرة القدم من تحقيق انتصار عريض برسم الدورة الثانية لكأس سوس أمام ضيفي فريق أولمبيك الزاوية مساء بحصة بلغت 6 أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهى الديربي المحلي بين فريقي أتلتيكو تيزنيت وفريق تيدوكلا بانتصار هذا الأخير بواقع 4 أهداف مقابل هدفين، لينتقل بذلك ممثلي كرة القدم التيزنيتية أمل تيزنيت وتيدوكلا تيزنيت للدور الثالث. نغلق ملف كرة القدم وانتقل لكرة اليد، حيث مني فريق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت عشية اليوم الأحد بهزيمة هي الأولى من نوعها هذا الموسم في إطار المقابلة الودية التي جمعتها على أرضية قاعة أناروز للرياضات بمدينة تيزنيت بفريق حسن تكادير بواقع 30 هدف مقابل 27 مقابل حبي اليوم لأشبال هشام الخفيفي، تندرج ضمن استعدادات الأخير للمقابلة الهامة التي ستجمع يوم السبت المقبل بفريق دينامو أكادير على أرضية قاعة الزرقطوني بمدينة أكادير. فريق دينامو أكادير لكرة القدم يحتل الرتبة الثانية، فيما يعتلي الصدارة فريق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت لكرة القدم. وفي خبر آخر، تلقينا قبل قليل وفاة جد العداء السابق لفريق أمل تيزنيت لألعاب القوى والمدرب الحالي لفريق أمل تيزنيت لألعاب القوى محمد هاروش
وبهذا المصاب الجلال نتقدم كأسرة موقع تيزن 24 بأحر التعازي لمحمد هاروش في وفاة الجد وللأسرة الصغيرة والكبيرة لألعاب القوى التيزنيتية. بهذه التعزية نصل إلى نهاية مواد هذا العدد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الحلقة المقبلة بحول الله.